مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعرف نفسي بكم، اسمي الفتح زاكي خالد، أنا من مدينة جاكرتا وعمري 19 سنة، وقد حفظت القرآن مدة عامين وأخذت السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم. ثانيا معهد تحفيظ القرآن للشيخ علي جابر مكان جميل لتحفيظ القرآن لأنه معهد تجد فيه الراحة والطمأنينة، وهو أيضا مكان رائع ونظيف ومرتب، والنظام فيه ممتاز لأن المعهد يربي أولاده الأخلاق الكريمة وحفظ المروءة ويوصون أولاده بالتقوى والاستقامة. علاوة على ذلك المشايخ والأساتذة يعودون الطلبة إلى إحياء السنة النبوية مثل قيام الليل وصيام يوم الاثنين والخميس، ومع ذلك لا ينسون إلى مساعدة الآخرين، فالمعهد يربي أولاده روحيا ومعنويا. وأخيرا أشكر الله بفضله ومنته علي، وأشكر شكرا كثيرا إلى أمي وأبي وإخوتي وأخواتي وأسرتي جميعا، لأنهم قد ساعدوني وشجعوني حتى أصل إلى غايتي وغاية الناس جميعا، ألا وهي أن أحفظ القرآن وأحيا بحياة القرآن وأقرأ بقراءة حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم التي تلقاها من جبريل عليه السلام وجبريل من رب العزة جميعا. فجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.